كل مكان ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. تفضل محمد المنحب او فراس عفوا المنحب عايد. والله احب اعايدكم انتم قناه الشرقيه بالبدايه ولكل العراقيين والى ابويا العراق والى امي بغداد العزيزه. نعم. ومن بعدها ان شاء الله الى كل اهلي بالعراق والى كل اصدقائي في المانيا. وحدك موجود في المانيا او متزوج وعندك عائله؟ لا بحدي موجود بحدي. الله يساعدك ويساعدكم ان شاء الله. بس يعني نوعا ما ما شاء الله يمكن المانيا شويه احسن من السويد. شو شباب السويد؟ اي والله شفت شلون كآبه. يعني الان الحمد لله المكان مالي اللي ساكن به قد بعد فرنسا جدا وما شاء الله كل يوم يعني احكي فعلا وعيران. اي متونسين يعني بين فرنسا والمانيا وجاي لبريطانيا؟ لا والله ما جاي. صديقي العزيز جدا عمر ابعث له بالتحيه والسلام اليوم اتصلت فيه وحبيت اسلم عليهم بس مو موجودين. ان شاء الله يسمعوك على التلفزيون. احب ابارك لاختي العزيزه هبه الغاليه بمناسبه عقد قرانها. واحنا نقولها الف مبروك. هي موجوده وين؟ بالعراق؟ بغداد. نتكلم وياها قبل تقريبا 3-4 ساعات. اي نعم. يعني اسلم وعايد على خالي بالسويد هم وعدني بمناسبة عقد قرانها. حجيت ويا خالك اللي موجود بالسويد؟ والله ما صار فرصة. بس ما صار فرصة واكيد هو ضايج. لازم تونس حاول تخابره اليوم. لازم بربع بعد لانه على كتب الكتاب ان شاء الله الزواج القريب. ان شاء الله دائما فرحان يكون. الله يسلمكم ويديمكم وشكرا على هالضحكة الحلوة وعلى هالبرامج الأحلى. شكرا جزيلا. وشكرا يا ست ورد. شكرا جزيلا يا فراس. ما كنتش فرحت باتصالك.